السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. سياره رونو سامبول ب 100 مليون والباقي بالتقسيط. سبب ندره السيارات في الجزائر الناجمه عن التعطيل في انجاز مصانع تركيب في وهران، اضافه الى صعوبه الحصول على سياره فيات المستورده من الخارج امام الطالب المتزايد عليها، وكذلك الارتفاع في اسعار السيارات الذي ما زال يسيطر على المشهد في الاسواق ومحلات الشوروم. اعلن تاجر متعدد العلامات ببلديه بن عكنون الجزائر العاصمه عن سوق سيارات رونو سامبول مستورده بالتقسيط، وهو العرض الوحيد من نوعه حاليا في السوق. نشر الوكيل اعلانه على موقع واد كنيس، اين اكد لنا تسويق سيارات رونو سامبول بالتقسيط، اين يدفع الزبون مبلغ 100 مليون ويسدد بقية المبلغ على مدى 8 سنوات بمعدل 2,100,000 شهريا. واكد ان كمية السيارات المعروضة للبيع بالتقسيط محدودة، وانه استقبل عدد كبير من الزبائن. وزودت سامبول مستوردة بمحرك بنزين 1.6 لتر بقوة 100 حصان، وتحتوي على جميع مواصفات الراحة والأمان، على غرار شاشة وسطية ميديانوف إيفوليسيون بقياس 7 إنش، مكيف هواء أوتوماتيكي، حساسات خلفية، عجلة قيادة من الجلد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، أضواء أمامية LED وغيرها. بالنسبة للسعر، أكد الوكيل أنه يعرضها بسعر 300 مليون سنتيم مع تسليم فوري بالبطاقة الرمادية. ما تنسوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله، والسلام عليكم.